النهارده كان في تجديد حبس الاخ خالد محمود مصطفى ابو الخير متهم في قضيه تفجيرات الحسين. ويعني النهارده الحمد لله يعني كان ممكن ان هو يتم خلال سبيله، لكن تقرير الادله الجنائيه بالنسبه للي موجود على الكمبيوتر ما جاش، ف باذن الله تبارك وتعالى اتوقع انه يفرج عنه باذن الله كده قبل رمضان باذن الله. هو خد 15 يوم اليوم النهارده تجديد حبس، لكن ان شاء الله يفرج عنه باذن الله تبارك وتعالى على رمضان باذن الله. النهارده كان موجود في نيابه امن الدوله الاخ محمد حسن مشعل، ده اخ قادم من لندن بعد غياب 22 سنه عن مصر. وللاسف الشديد لحسن حظه لم يجد طائرات لنزول مصر غير طائره متجهه لشرم الشيخ. فنزل هناك هو وعيلته واسرته واولاده، فللاسف الشديد ايضا الامن في المطار شرم الشيخ استوقفه لوجود اسمه على لائحة اتهام قديمة من بقايا نظام أمن الدولة السابق، وتم احتجازه في أحد الأقسام والسجون في شرم الشيخ أول امبارح، وتم ترحيله من امبارح للنهاردة في رحلة سفر طويلة جه من شرم الشيخ إلى القاهرة نيابة أمن الدولة. حضرت اليوم معاه في نيابة أمن الدولة، ومن اللافت إن اسمه كان المكتوب على الكمبيوتر ان هو كان متهم في قضيتين سنة 94 و 99. بالكشف في نيابة أمن الدولة لم يوجد له أي اتهامات في أي قضية أو في تلك القضايا في عام 94 و 99. والحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى المستشار هشام بدوي لما كلمته استجاب، هو المستشار الآخر اسمه عمرو، وأصدروا خطاب رد على الخطاب مرسل اليوم إن المتهم او المرسل اليهم ليس بمتهم في اي قضيه من القضايا المشار اليها. وطلبت منهم اخلاء سبيله، فبرضه ضمان الخطاب اخلاء سبيله. المشكله كانت في ترحيله معانا مره ثانيه لجنوب سيناء او مدينته الاسماعيليه، فظللت في محاولات معاهم عده ساعات حتى صدر قرار باخلاء سبيله من سران النيابه، ودي اول مره تحدث من نيابه امن الدوله، وتسليمه كل متعلقاته من جواز سفره، هو معاه جواز سفر بريطاني، جواز سفر مصري، وموبايل بتاعه ومتعلقاته الشخصيه. والحمد لله رب العالمين يعني خرج وهو لا يصدق نفسه انه خرج من نيابه امن الدوله. فهي صراحه اول مره في خلال عام اكثر حوالي 25 سنه ان يخرج متهم او شخص دخل نيابه امن الدوله متهم من سران نيابه امن الدوله. فانا بعتبر ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى اولا، ثم من انجازات الثوره. فالثورة طغت على نيابة أمن الدولة. المسألة الثانية إنه كان ممكن يتعطل بأي حجة لو كان موجود بحث أمن الدولة ونظام الإجرام اللي كان ممكن يتعطل ويترمي في أي سجن لحين ما ينظروا أو يفكروا في أمره عدة سنين ولا حاجة، كما حدث مع مئات غيره. فاللهم لك الحمد ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وأنا بعتبر ده من فضل الله ونعمته علينا وإنجازات الثورة إنه يتم إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة، وخدته بالعربية إلى وصلت انه كان مسافر اسمه لموقف السيارات وركب سياره والان في طريقه الاسماعيليه كي يرى امه، وهو اتصل بامه وهو في السياره. يعني لا تخيلوا، امه لم تراه منذ 20 سنه، فكان الاتصال مؤثر لدرجه ان هو لم يستطع ان يتمالك نفسه يعني. وامه كانت تشد الشوقه لي وقوه الشوق لي. ومن الحاجات الطريفه بيقسم لي ان هو منذ ان وطأ قدم ارض مصر اقسم ان هو ما يقولش الا ما يكون من ايد امه. فمن الطريف ان هو اتقبض عليه فصمم على قسمه وظل ثلاث ايام حتى الان لا يريد ان ياكل الا من ايد امه، وقال لامه انا منتظر ان انا اكل من ايدك، وهو الان في طريقه كي ياكل من ايد امه. اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد. شكرا استاذ ممدوح. شكرا. العفو.